الجزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حل يجعل يومك كل حسنات، لا يتوقف عداد حسناتهم عن الحساب، فهو دائما في أجر. كيف؟ ماذا أصنع؟ هذه التجربة عرفتها مرة قبل سنة وشوية، عرفتها على مجموعة تقريبا 270 واحد، وبعدين طلبت منهم أنهم يرسلون رسائل يقولوا لي شنو ردة فعلهم ومشاعرهم بعد ما جربوا التجربة هذه اللي راح أقول لكم عنها، اللي تخلي يومك كله حسن. واحد شي يقول أحسست أن تغيرت حياتي تماما. يقول أسأل الله العظيم أن يدخلنا وياكم في الفردوس الأعلى، فرحان فرح. واحد يقول أنا أصلا بديت ألمس السعادة هذه يتكلمون عنها أول ما طلعت من المحاضرة. يقول حتى يعني كيف أطبق دقائق الأمور فيها. واحد فيهم يقول أحيانا أقعد لوحدي ودموعي تخر بروحي ما أكلم أحد. هذا آخر من اللي جربنا عليه المسألة، هذا شخص آخر، هذا اتصل فيني تليفون كلمني قال لي أنا الآن إنسان غير الإنسان اللي كان الأسبوع الماضي. يقول لدرجة أنه كان عندي موعد مع الطبيب، وهذا أنا عارفه الله يحفظه بسرعة عصري شو. يقول طالعت رقمي دوري بالطبيب، ترون كم دوره؟ 400 دوره 400. يقول فالعادة اللي أرجع عصب غضبان، يقول أبد قعدت بالسيارة مطرت الوقت اللي أتى فيه موعدي ما حسيتنا الوقت طاف. ايش سوى؟ هذا راح أقول لكم بعد قليل ماذا يصنع الإنسان. حتى أنه يقول عن نفسه اكتشفت مرض جديد فيني ومهم. أمس الأخوات في محاضرة في النساء قلت لهم نفس المسألة، بلغني عن إحدى الأخوات أنها قالت بدأت الآن قصتي مع السعادة بلفظ، هذا نص كلامها، بدأت الآن قصتي مع السعادة، كل شيء أفعله الآن له لون وطعم مختلف. هو التشويق مزعج أنا أدري، أنا عارف. ابن القيم ذكر هذه العبادة، ذكرها جماعة من أهل العلم، وفيها أمر عظيم. ما هو يا جماعة؟ هذه العبادة عبادة يمكن أن تفعلها مع أي مباح من المباحات. هذه العبادة يمكنك فيها أن تحصل على حسنات من حيث لا تحتسب. ماذا تصنع؟ المطلوب أن تتفكر في الأشياء التي تفعلها. انتبه يا جماعة، مو منتبه ينتبه، أرجوكم. المطلوب منك أنك تتفكر في الأشياء التي تفعلها فتحولها بنيتك من مباح إلى مستحب. كيف؟ بسيطة. يقول ابن القيم يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به. التذ أفعل شيء أحبه. قال يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآخرة ونعيمها. ما هو المطلوب؟ النية. والنية تجارة العلماء. أنت الآن تريد أن تنام، ماذا تنوي؟ ما نوي شيء، تعبان بنام. ليش؟ حسافة، 8 ساعات بلاش بدون ولا حسنة. ليش؟ انوي ايش؟ تقوي على الطاعة. 8 ساعات هاي شو تصير؟ 8 ساعات حسنة. ني تحول التراب إلى ذهب. أنت الآن سوف تأكل. أنت تعرف وأنا أعرف أنك إذا ما كليت ما راح تقدر تقوم في الصلاة، ما راح تقدر تصلي. أنا يا ربي باكل عشان أقدر أصلي وتقوى بهالأكلة على الصلاة. أنت ماكل يصير الأكل شنو فيه؟ حسنات.
انت الحين لابس لابس، ليش تلبس؟ عشان ما يقولون والله عيب طالع لابس الدومة الداخلية. ليش؟ المهم انك تلبس عشان لا طلعت. انت رايح لتقابل الله في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا جماعة سؤال، بالسؤال النية تعب أحد؟ زين بالله عليكم، شفت واحد رجع البيت قال والله صراحة أنا اليوم تعبت ماني قادر أستحمل، نويت وايد لدرجة ما بس خلاص صار فيني شد عضلي من النية ولا تمزق. هي ما تعب سبحان الله، الغفلة. والله بالله عليك مو غفلة. أكو واحد يقول والله حسافة على العمر اللي طلعته واللي طاف. ليش ليش يعني يصل الإنسان إلى مرحلة إن راكب يعني كل شيء. يا جماعة نبي نكون أذكياء، رمضان السنة غير عن كل رمضان. أبيكم تكونون من خاص إلى مرحلة إن راكب يعني كل شيء. يا جماعة نبي نكون أذكياء، رمضان السنة غير عن كل رمضان. أبيكم تكونون من خاصة الخاصة، كونوا من خاصة الخاصة، كل لحظة فيها حسن أجر. حتى ركبتك للسيارة، احنا العادة نركب السيارة عشان ننتقل المكان لمكان، لا، أنوي إني إذا ركبت أحسن أخلاقي مع الناس، إن كان مسلما فأنا أبره وأحسن إليه وأحسن إليه، وإن كان غير مسلم فأنا أظهر بإسلامي الدعوة إلى الله عز وجل. نية. واحد لاعب كرة، لاعب كرة ليش تلعب كرة كذي بلاش؟ انوي انك تقوي طاقتك. حتى والله واحد كلمني قال بلعب تنس شلون؟ قلت له انوي انك تحرق السعرات الحرارية الضارة هذه عشان ما تأذيك تعيش عمر اكثر فتطيع الله اكثر. احب الناس الى الله من طال عمره وحسن عمله. ها لا تطوف شيء، انا ما اطوف حسن. والله والله لو كان مكان الحسنات دراهم ودنانير والله كان امر مختلف. تخيل بركبتك السيارة مع النية 1000، ولأن النوم أطول فيها 60,000، وإذا كان كان الناس الحين ما ترد على التليفونات ولا تكلم أحد، بس تنوي حتى التليفون في نية. لا رح تشحن التليفون، اشحنه قول وأنا ناوي أني أصل فيه رحمي وأرسل فيه رسائل طيبة، وإذا طلبني أحد ألبي لطلب على الخير وأعين على طاعة الله. نية ما تعب. وتنوي بكل شيء. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: ومتى نوى من تناول الشهوات المباحة، من نواها أنها على طاعة الله كان شهواته له طاعة يثاب عليها. يقول معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ذكاء ولا مذكاء؟ ذكاء. لذلك يقول العلماء رحمة الله عليهم: المؤمن وقت الراحة له طاعة، ووقت الطاعة له راحة. وقت الراحة طاعة، ولا صلى ولا طاع الله، وقت الطاعة له أيضا إيش؟ راحة. والنية ما تعب، بلاش يا جماعة النية، لكن تحتاج إلى أذكياء. إيش رأيكم تعيشون يوم ذهبي؟ أكو واحد والله اليوم الذهبي هذا أذكر مرة سويناه، ولما عاش واحد من الناس يعني يقول ما قدرت أعصي الله. تخيل واحد طول يومه طول يومه كل شيء له نية، بكل شيء ينوي طاعة، يقدر يعصي ربه؟